فريق التقني الموجودين معنا اليوم في الندوة الصحفية. حبيت أرحب الدكتور الأستاذ فرحات كراويل، على يساري السيدة ربيعة مدير أعمال النجمة العربية أمينة السويسي، السيد نجم ناصر المزداوي نجم كبير غني عن التعريف بالطبيعة. والله لميناكم اليوم في اللمة هذه واخترنا تونس، رغم أنه البرنامج اللي باش نطلقوه قريبا هو برنامج مغاربي، لكن اخترنا تونس بالطبيعة ما غير مجاملات. أما في تونس عندنا باقة جيدة من الإعلاميين ومن التقنيين اللي إن شاء الله وثقنا فيهم باش نكونوا باز معناها مهم باش تكون البرنامج متاعنا في على حسن المستوى معناها وعلى حسن التطلعات متاعكم. اليوم إن شاء الله حنعلن رسمي عن إطلاق برنامج نجم مغاربي. حقيقة لي رابطني الفكرة من سنتين من 2017 إلى بلون رناني واقع. طبعا برنامج نجم مغاربي حيكون في دول المغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للشباب الموجودين في القناة. حيكون إن شاء الله بإذن الله نحاول أن نشجعهم ونعطيهم فرصة وندعمهم في نفس الوقت. بالإضافة للبرنامج يعتبر الأول من نوعه في المغرب العربي، وحين نفتخر أن يكون في تونس. حقيقة فيها أرض الثقافة وأرض الفن وأرض الشعب الطيب، فحيكون كل التصوير إن شاء الله بإذن الله في تونس من بداية الحلقة الأولى إلى آخر حلقة، يعني حوالي 13 حلقة. لجنة التحكيم إن شاء الله بإذن الله اللي على رأسها الأستاذ لطفي بشناق واللجنة الأستاذ الليبي ناصر المزداوي والفنانة التونسية والنجمة العربية أيضا أمان السويسي، الفترة الأولى حينتقلوا إلى المغرب وإلى تونس لإجراء الكاستنج لاختيار المرشحين ثم انتقاله إلى تونس، ونبدأ في المرحلة الأولى والثانية والثالثة والأخيرة إلى آخر مرحلة اللي هي مرحلة التتويج والإعلان على المرشح أو صاحب اللقب بنجم مغاربي. طبعا ليبيا حيكون فيها المواهب الليبية لو موجودين في تونس عندهم الفرصة بيشاركوا، لو ما فيش عندنا احنا موقع إن شاء الله وعندنا أبليكيشن خاص بالبرنامج يبعثوا الفيديو المشاركة في أقل في دقيقة ونص. يعني البرنامج حقيقة نسعى أنه يكون ناجح إن شاء الله بإذن الله.